لك رح جن، لك رح جن. منين بده يجي؟ يا من هون يا من هون. شو بده يكون تعبش على السطح؟ انت ليش مسألتك محروقة؟ طولي بالك شوي، اليوم لازم نزبطه. ايه لازم نزبطه، شغلة محرزة. هيك قلتك؟ ايه هيك قلتي. ما في اذكى منك بهالدنيا انت. ما هيك انا انقطعت من الدخان، خلينا نروح نجيب لنا باكيت دخان ونرجع نلطيله هون. روح بشاحن ولا دخاناتك، روح روح. ما بكفي التعب والتكتي معنا. بعدين جوزي مرض، مصر يوصلك عباب بيت أهلك. يلا هلأ دقيقتين وبيجي. خلص مثل ما بدكم. أنا حجيب شنطتي وبيجي. هيك وصل له جناحات وطير فوق هموم ومتاعب الدنيا. يا الله يا جودل شو حديثك حلو، دائما حاكيني هيك. لا تحاكيني بالجمر والنار، تموتني رعبة. لك ايه ايه، ولا وقت بتقلي انتهيتي بحسك بدك تموتني. هاي بتعرف تقول بحبك وبعشقك، قول كمان يا جودة تقول. هاي الي. هي لأحلى وألطف ست بالدنيا. معناتها مو إلي. مش في ألطف وأحلى منك شيرين. أنت هيك شايفني؟ رح لعبك لعبة. لا جنبي، لا ما عاد بدي إياها. مشي. هذا نفسه اللي عملت الإيميل على فرنسا وطلبته. هو بيساعده. بس انت وقتها ما كنت مصارحني بحبك. انا حبيتك من اول لحظة شفتك فيها، من اول لحظة. انت انتهي جودة، أحرقك بالنار. أنا اللي بقرر. أنت جننتني، عم تفهم جودة؟ أنت جننتني. أقول لك شغلي. ايه. انا صار معي خلع ويادي، خليني وصلك على بيتك وانا بروح بالابر ببيتي. والصباح صباح. يعني قلتك. والله انا كمان تعبت. الصبح نجي بنلطيله هون ونشوف الله بركي بيسر معنا. ايه الصبح الصبح ليش لا صبح. تخلع لك سيجارة؟ لا يسلموا. بالناقص منك.
شكرا كثير مدام، عجبتكم معي. يعطيك العافية رجاء. الله يعافيك. يلا تصبحي على خير. وانت بخير. سعدي مساكي، منورة مثل ضوء القمر والله. ان شاء الله طارق، بركي شافت حدا والله وناقصني مشاكل. ولا يهمك ولا يهمك، وعلي مين هذا اللي طالع معه؟ انا شغلي بشتغل عند رجولي. ايوه، ورايحة لحالك على البيت؟ خلص طارق، انا ما عاد ساكن هون، اتركني بحالي. بعرف، كرجي قدامي، معقول ما وصلك على البيت؟ جايب الشوم عليه، كرجي كرجي. اهلين ابو رضيع، شو اجيت؟ والله ما بعرف، استني اتاكد لك. يا حري حريشهم، هون في واحد هون في واحد، معناتها اجينا. انا قصدي يعني انك تاخرت. انا شو؟ عنا ملحوقه شرفي لقي. ليش هيك عم تحاكيني؟ والله قلبي غليان عليك، مالك بالعاده تتاخر لهالوقت؟ عم تحاسبيني؟ يوه اعوذ بالله، شو انا عم احاسبك؟ ليش شو حكيت؟ والله لو عندي مأوى تانية لطفشت من زمان، بس وين بدي روح؟ بدك مليت مليت. الله يسامحك الله يسامحك يا رجال، بعد هالعمر عم تحكي معي؟ بدك خلص يا ابو ربيع، خلصت. بدك وين بدي روح لحتى ارتاح؟ نام الشارع. ماشي يا ابو ربيع ماشي، بكره بس اشتري بيت لبيهام لا اسكن فيه وريحك وارتاح. لا ليش من بكره من الليله رح انام عند البنات لبينما اشتري البيت؟ لا والله، انت بتروح على اوضتك بتنام وبترتاح، انا بنام عند البنات وعلى الارض كمان. احسن، اناتي مع بعض كل بعض. خلص طارق، شان الله روح من هون، انا ساكنه لحالي. اذا حدا بيشوفك عم تلحقني بتعملي مشكله بتاذيني. ها اجيكي؟ انا اجيكي ان شاء الله ينطفى نور عيوني اذا بدي اجيكي. سلامه عيونك. الله يسلمك. ليكي بدي اشوفك. خلص طارق بشوفك بعدين. ايه ما فيني رجاء، ما فيني، مشتاق لك. انت مو مشتاقه لي؟ طيب دقيقتين بس، خليني اغسل عيوني بشوفتك، والله راح يضربني العمى والله. خلص طارق روح من هون، انا صرت عند بيتي. بعرف بعرف انه هذاك بيتك. طيب احذر شوي، طلعي على الشباك، طلعي على الشباك. خلص رح اطلع، بس دقيقتين ها مو اكثر. دقيقتين ايه، تقبريني ان شاء الله. شو عرفك انه بيتي هون؟ لا دلني على بيتي. خلص طارق روح من هون احسن ما يشوفك حدا. لك دخيل ربك على هالتشنيكة، بتعرفي بس اطمن على المعلم جهاد، بدنا نتجوز بدنا نتجوز.
شو لوين رايح من بكير؟ عندي مشوار كتير مهم. لك عندي حكي احكي لك يا ما رح تصدقي. قديش المتقدم وقديش المتاخر وشو السيارة اللي رح تركبيها وامتى العرس؟ يلا احكي بسرعة بسرعة. حبيبتي شو متقدم وشو متاخر؟ عم قلك ما رح تصدقي ولا رح تحملوا عقلك. ما رح تحكي؟ رح احكي اذا عملتي لي فنجان قهوة. طيب رح اعمل لك فنجان قهوة، بس اذا بيطلع الحكي مانو مهم بدي نتفك تنتيس. لكن مقسمين ايدي، وين حط الكريم؟ بغزانتي بالغرفة. ماشي. شو هدول؟ مصاري، قصدي من دينتهم. من مين؟ من الاستاذ طلال. مشان شو؟ لازميني. لازمين لك؟ بشو؟ وليش ما حكيتي لي؟ مو نحن ما بنخبي شي على بعض ولا؟ شو قصدك شيرين؟ ما في شي. شيرين شو قصدك؟ ما في شي. شيرين اسمعيني، حكيني هون ليكون لحالك يا بعيني. خلص روى، ماني مستعد احكي ولا كلمة. شيرين خليني اشارك الموضوع. ما في داعي، الموضوع واضح. بس اقعد يكون رفقك يا بي. لا راح ولا اجا. شيرين انا دينت مصاري من الاستاذ صلاح مش رجع لك اياهم بدل اللي انسرقوا. ها؟ وليش ما اعطيتيني اياهم؟ ليش ما قلتي لي؟ لانه انتهت المشكله. وليش ما رجعتيهم لطلال؟ كنت اليوم بدي ارجع له اياهم. بكير كثير في روعة. شيرين شو قصدي؟ شيرين لك يا روعة. خلص روعة، ما بدي ماما تضرب اللي صار. شو اللي صار؟ انا شو عملت؟ يا بنات ليش عم تعيطوا؟ ما في شي امي، ما في شي. لك امي شو صاير؟ شو بكم؟ ليش طلع صوتكم خير؟ ما في شي امي، ما في شي. شو ما في شي لك امي؟ احكي شو في؟ الظاهر كنا مغشوشين بروعة. شو هالحكي؟ خير شو في احكي؟ خلص امي انت رايحي، بس تروح بحكي لك وانا قاعده هون لتطلع من البيت. لوين راح طلع من بكير؟ شو صاير له؟ يا ربي. يلا يا اولاد، شو ماما جاب لسه ما لبست صدريتك؟ لسه ما بكير. لا ماما مو بكير، يلا البيت لبين ما عشان لكم السندويش. يلا خير يا اخ. الله يجعلك بخير، بس كنت اسال مو هون بيت متولي؟ هذا بيت المارديني. ما تواخذنا، خربطت. شو بدك من هون؟ لا ما في شي، بس في شاب شغيل كهربجي عجبني شغله مرة اخدته من هون. ما في حدا بيشتغل كهربجي ابدا هون. ايوه. طيب ما عنده اخ بيشتغل هالشغلة؟ حبيبي انت غلطان، هون ما في غير عبود وما بيشتغل كهربجي. طيب كتر خيرك، ما تواخذنا. السلام عليكم. يا ميت اهلا وسهلا. انت مفكرة يا شيرين انه المصاري اللي لقيتيهم معي هن نفس المصاري اللي سرقوا منك؟ أنا ما حكيت شيء، بس الحكي اللي حكيتيه بكفي لحتى أفهم عن شيء. بس أنا رح أثبت لك إنه هدول المصاري من دينتهم من الأستاذ طلال كرمالك. أنا اليوم المساء رح أجيب الأستاذ طلال، رح أحكي قدامك وعلى سمعك يا أمرت عمو. لك يا بنتي ما في زوم لكل هالشيء، أنت صادقة وشيرين ما حكيت شيء، ما في زوم لكل هالحكي. شو؟ لا يا أمرت عمو، شيرين كلامها كان واضح. وانا بس اثبت لكم صدقي رح اترك البيت. بس بدي منك يا شيرين بس ايش الاستاذ طلال تقلي له المصاري اللي دينته منهم وتدك يا هون. ليش؟ لانه لما انحلت المشكله
لقيت حالي من دين المصاري وحملة من ميته. سألت حالي بخليون معي عشان إذا بدي شوف الأستاذ هادي اشتري لي شوية تياب أضعفيون قدام الناس. وهيك هيك قلت له الأستاذ طلال إني رح أسأل إياهم بالتفصيل. يعني حبيت ألمس مثلك. طلعت حرامية، طلعت مجرمة، بس يا ريت بس يجي ما تطلع مين كذابة قدامه. خلص ما في داعي لهالشي. رمضان لك بنتي انت صادقة والقصة مو محجزة كل هالشي. لازم اثبت لكم صدق. الله بخاطركم ظلمتيها لك بنتي. امي الحق علي، ليش تكذب؟ ليش ما تخبرني؟ شان خاطري الحقيقة لك امي، ما بدنا مشاكل. خلص امي تكون راحت. الله يرضى عليك لك امي، طيبة بخاطرها بكل انت. روحي امي. انتي روقي، هي الحق عليها، ليش تكذب عليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي البيت بفرشوه. شلون ما تعمش لهون؟ بالله عليك مو قصار. اللهم صل عليك يا نبي. شو أبو ربيع؟ لا تورجيه لهفتك للزلمة، هيك بشد مع صاحب البيت عليك. ورجيه إنه مو عاجبك البيت. إيه والله صح. هي شلون فاتتني هالوقت مرت عمي؟ لا تقلي مرت عمي. ليش بقى؟ يعني بسلامة فهمك، الجوازة بالسر، شو ناوي تفضحها قبل ما تدخل؟ وبدي يدخل. يا أبو ربيع أمريني مرت عم، قصدي أخت أم جميل. أخت أم جميل، ماشي الحال. ركز معي. صعب. يا شو صار لك أبو ربيع؟ ركز معي، ركز معي. وانت الثانية فوتي لجوا، روحي من خلقته. شبك أمي؟ خلاص رايحة. طبعا وين رايح من جوا؟ رجع لحاله. ايش فيها يعني؟ شو فيها؟ بغار. دول المثل اللي ما بغار حمار. الهيئة ما رح نعرف نحكي هالكلمتين هون، خلينا نروح نحكيهم بالبيت. تفضل قدامي، تفضل أبو ربيع. لك خفتي عنه ولك مقبوسة قريبة إن شاء الله انفجأ. ما أرسته على عيونك وعيونه. اتفضل أبو ربيع، اتفضل ارفي. الو مرحبا علاء، كيفك؟ كيف هيان؟ لا يا رجل ما تركناك، بس مخلينك تعمل عريس. علاء في موضوع كتير مهم بدي احكيه معك، وهو ما بنشرح على التليفون. لازمني 70,000 ليرة اذا في مجال، وبرجع لك يوم بقرب وقت. لك اخي مين قالك استعجل؟ لسه بتحط حواجز بيناتنا؟ خلص مر خذ المبلغ نقطة انتهى. ايه بدي اعصب لانه احنا اخوة. اوكي أنا عم انتظرك. شو حبيبي؟ مع مين كنت عم تحكي؟ مع طلال. فنجان نسكافيه معك صار متعة. بس النسكافيه؟ كل شي بحياتي تغير وصار غير شكل. وين قايم؟ لسه ما شربنا النسكافيه. بدي جيب شنطاتي من جوا. لا حبيبي ما حذرت، بنشرب النسكافيه بالأول وبعدين بتقوم بتعمل اللي بدك اياه. امرك كله اللي زعلك هيك. ها ندوش بابا، تعي تعي تعي. شو بك ماما؟ ماما كتير جوعانة. لك ما عاش الجوع يا روح. ما حسرت وانتو التنتين، تعالي ندوش تعي. ما في لي لولا بلا بدي. برافو عليك، تعي بسرعة. ايوه 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 يا الله. شو حبتك؟ سندويش الزعتر. سندويش الزعتر ولا عروس الزعتر؟ هناك فرق. Thank you.
لله تيسر كل شيء. بروح هلا بسلم الشنطة وببلغ الشرطة على حسن، والله بيعيني على التحقيق وارتاح. يا الله، الهوية معايدة، شلون بتفوت بالهوية على الجنائية؟ وهالبلوة شو بيعمل فيها؟ مثل ما قلت لك، بس توصل المعاملة على آخر مكتب على اليسار تعطيني إياها، لأنه أنا بدي وقع بإيدي. على راسي أستاذ، هو مكتب مدام عايزة؟ هذا هو. عرفته أستاذ. على راسي، لا تنسى رقمي معك ضروري، تتصل فيه بس توصل المعاملة، لأنه أنا بدي وقع بإيدي. أكيد ما رح أنسى أستاذ، أكيد رح أتصل فيه. يعطيك العافية، خاطرة. الله معك، مع السلامة. والله يا أختي رجاء اتجوزت وتركت الشغل. رجاء تستاهل كل خير، الله يوفقها. يلا بخاطرك عمو. يا اختي يا اختي. نعم عمو. انت مضطرة على بنات؟ مثل ما قلت لك عمو، اختي عايشة برات سوريا وجاي تقعد لها شهرين، وبدي وحدة تساعدها بالبيت. طيب واذا امنت لك بنت قد ايه بتعطيها؟ على ايام رجاء كان تاخذ 400 ليرة. لا الايام تغيرت قليل شوي. مزبوط تغيرت، هلا بعطيها 500. كم يوم بدك اياها بالاسبوع؟ يعني يوم ايه يوم لا. ايه لكان عطينا عنوان البيت وانا براسي بوصل لك اياها. بس بدي اياها تكون شاطره مثل رجاء. على كفالتي، وانت لا تدفعي اذا ما كانت اشطر من رجاء. اصلا هي تربيه تختار رجاء، وهي البنت شاطره متعلمه. الو، عليك روعه. شو ليه ما اجت على المدرسه؟ ايه بس انا عاوزتك بموضوع كثير مهم. طلال كثير مهم، ما حدا بيقدر يساعدني في غيرك. انا رح ساعدك وما رح اتخلى عنك، بس قولي لي شو في، خوفتيني. لا 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 روعه، خلص استني بالكافيتيريا، مشوار الطريق جاي لعندك. مشواري بيتاجل، شغله ساعد زمان ما مشكله. خلص يلا باي باي. شو يعني؟ رح شوفك المساء ولا لا؟ إذا بدك. إذا أنا بدي، أنا طبعا بدي. معناته خلص بشوفك. بس سلطان لازم تعمل حسابك، من هون ورايح معك لنلتقى بالجامعة، لأنه ميساء بتعرف أختي، وخايفة تفلت منا قدامها شي كلمة هيك ولا هيك ونوع بمشاكل. طيب وأنا شلون بدي أحكي معك؟ ما بعرف، لأنه صراحة أنا ما معي موبايل. مشكلة؟ لا أنا مشكلة ولا شيء. خلاص انت شو بدك؟ اعتبري انه صار معك موبايل. منيح هيك؟ منيح. خلاص معناته بشوفك المساء، بس بفضل هلا تروح لانه ماني حابة حدا يشوفني. طيب اوكي باي. يا امي شوفي ارض الدار، نقعد على وسخنا يعني؟ ما بيصير انت بشهري، الساعة ما بيوافقي. هاتي يا امي مو محرجني. لك روحي تقبريني، روحي روحي تفضحي روحي.
روحي روحي بس حالي روحي. قاع المدينة برعاية توصلنا لنقطة مهمة بالدايت ولقينا الحل العجيب لخسارة الوزن. لايف كير هوليوود دايت من لايف كير الحل العجيب. هلا قولي لي بالاول انت ليش حكيتي لي قصه روعة؟ لا اخذ رايك بس بجوز رايي ما يعجبك. بالعكس تمام، انا مؤمنه بخبرتك بالحياه عشان هيك بهمني رايك. هذا هو الغدر يا شيري، انا برايي انه كل شيء حكته روعة مرفوض. وقصه انه متدينه من طلال شيرين، روعة دينت المبلغ مشان تعفيكي من الحرج الدامي، بس كان المفروض تتصل فيكي أول ما خطرت على بالها الفكرة. طب لنفترض مثلا إنه هذا اللي اسمه طلال ما لبها، ساعتها شو بدها تعمل؟ حتما رح تتصل فيكي مشان تريحك. من الآخر هذا التأخير بيعني شيء واحد بس، إنه هي اللي أخذت المبلغ. بس هي قالت لي إنه رح تجمعني مع طلال. اولا احنا ما بنعرف شو في بيناتهم اصلا، وثانيا هي طلبت منك تقولي انها عرضت المبلغ. ما بعرف، انا شايف الموضوع سخيف وما عندي استعداد ناقش. لو كنت محلي شو بتعمل؟ انا خلاص فقدت الثقه بهالبنت. خلينا نحكي بشغلنا، بعتلي مني فرق. حاضر. قلت لها اذا خايفه مني ليش اخذتي المشوره؟ عم تقلحي ما تعملي لانه انت ضيعتي الشنطه. طيب انا كيف فيني ساعدك؟ بدي اياك تروح معي على البيت وقلت لهم اني دينت المصاري منك ورح ارجع لك اياهم بالتقصير، مو هذا المشوار؟ ايه طبعا، بس ممكن ينحل هذا الموضوع على التليفون. ليش؟ تنحرج؟ لا شو انحرج ما انحرج، بس الموضوع خليها لله، فايت بقصه ما عم بعرف شلون بيخلص منها. خير؟ بشرفي لو مو انتي وغلاوتي واتصلتي فيني كنت على باب الجنائية. جنائية؟ ايه جنائية، بس مش الحال، حل القصة. خير طلال؟ والله مصايب الدنيا كلها فوق راسي وقعي، حتى صار معي مشكلة ثانية عم تخليني افكر اجل روحي للجنائية. شبك طلال؟ ليش عم تحاكيني بالالغاز؟ طيب احكي لي بركي بقدر ساعدك، هي انا من قتلي شفت عشام وانت عم تساعدني. يا ستي رح احكي لك المشكلتين، لأنه ما بحس بالأمان غير قدامك. احكي لي طلال احكي. هيك نكان، يعني اجتمع الولد الطارق. يا سيدي وعد لك يا المساء قدام الجنينة، وعد لي يا إلي قدام بيته قبل بساعة. ليش؟ رح امشي وراه بس يطلع من بيته لأتأكد إنه ما في حدا وراه. ما مليت لك أبو جعفر؟ والله أنا مليت عنك. لك لا، لا تقولها يا أبو خالد، نحن صرنا إخوة. بس لو تقلي شو اللي جد معك. اذا ما اتصلت معك وقلت لك قرب من طارق ما بتقرب حتى لو شفته بعينك لحاله. مسيك عمي مسيك. يا الله لوي في شروي رايحين لسوريا انا والصيف. لك توب لك ابو جعفر توب. يعين الله خاطرك. طيب هاد الشنطة شو دليلك عليه؟ الشنطة؟ الشنطة معك، وإذا ما اعترفت شو الدليل ضدك؟ قولي على هالشنطة وهم الشنطة ماني عارفان شلون بيخلص منها، وإذا ضلت معي كل ماني عم بتأخر بجوز يمسكوا للشاب وبيحكي عني؟ بلا، بس ما رح يقدروا يفوتوا عليك.
بس انا بدي اخلص من الشنطه واللي فيها، لانه اذا انكمشوا بدهم يحكوا ساعتها بصير شريك. منين بدهم يعرفوك؟ لك اذا وصفوني للرسام تبعي رح يعرف يرسمني. هلا يعطوني مواصفات هيك فيني ارسمك؟ ايه بس ما فيك تثبت ان الشنطه معك، فيك تقول انه الوصف مو صح لها. واذا سالوني وين كنت ساعه وقوع شو بقول لهم؟ بسيطه، بتقول لهم كنت معي عم نتمشى او اي مكان ثاني. ولشو هالورطه كلها؟ طيب اذا فيك تضمن انه الشبان رح يعترف، قوم هلا بنروح انا وياك على الجنائيه. حبيبي انا فايته حمام من الدوشه، بدك شيء؟ حمام الهنا يا عطر الندى سلفا. لك الله يهنيك يا رب. شو ما تراجعت عن قرارك ورح ترجع تكتب؟ رح احاول. فوتي ماما فوتي. أنا مرحبا زهيد، إذا احتجت أطلع واتصل فيك على الموبايل وأخبرك. أوكي باي. باي. خلص بدك تتركي البيت اتركيه، بس ليش لتروحي على الضيعة؟ وين بدي اسكن؟ نامي عندهم اليوم وبكره بستأجر لك بيت. ماني قدراني اطلع بوجوههم، اتهموني بالسرقة. طيب عدي يوم يومين بالاوتيل وبعدين انا بستأجر لك بيت. مضبوط طلال، انا اليوم لازم اترك البيت، خليهم يحسوا بالشرطة اللي جرحوني اياه. بس كيف بدي الاقي اوتيل رخيص؟ لك شو رخيص ما رخيص؟ ما بتعدي غير باوتيل مرتب. طيب والشنطة؟ شلون بدك تكفي على البيت؟ والله مزبوط. طيب حتى عندي بلشة بالاوتيل. هيك بعرضك لخطر. وانا ما لازم قدرتك تضيع حالك، والشنطة ما بصير تضل عندك بالبيت، حتى بحال انكمشت ما حدا بيقدر يثبت عليك شيء. مزبوط. معناها هلا بس نروح على الاوتيل بناخذ الشنطة ونفضيها بالغرفة، وبتاخذ انت الشنطة بتكبها بتحرقها بتعمل اللي بدك اياه فيها، مفهوم؟ حبيبتي بده يضل قلبي وفكري معك. امي الله يخليكي خدي راحتك وما ترجع اليوم، خليكي مع ابي، هو المسكين كمان بده مين يخدمه. لك امي الله يرضى عليكي، بطلي يا باسة هالراس وتعي معي، بترتاحي وبتريحي. حاجتي انا مقسومه نصين بين هون وهنيك. امي قلت لك طالعه من هالبيت مالي طالعه لحتى يرجع جوزي، خلصنا بقى خلصنا. المبليس بالجنة والله همك رح يقتلني قتل، رح يموتني. حبيبتي أنا ماشي، بدك شي؟ سلامتك. دخيلك تقبريني تقبريني أنت وابنك. بعرف حاسس حالي اني اذيتها لعروله كثير، وعندي رغبه اني اعمل معها شيء منيح، بس ما بعرف شو. بس هيك ولا في شيء ثاني؟ لا جودي لا، انا لاني حاببها ولا عشقانها، انا اصلا ما حكيت قدام ماي وائل حتى ما حدا يفهمني غلط. حلو، يعني انت جبتني لهون واعتذرت من ماي وائل بس مشان تقول لي هالكلمتين؟ والله ما بعرف، أنا حبيت أقعد أنا وياكي بحالي. طيب بدك تسمعك مالك قصتي مثلا؟ بعدين جودي بعدين. طيب بدك نحكي شوي عن أمك؟ لا أنا الحق علي، كان لازم رحنا مع وائل ومايا، أنا آسف، رح اتصل فيهم وشوف هن وين ونروح لعندهم. لا لا اسمع، أنت لازم تقعد شوي مع حالك، روح وارتاح، وبس بدك ياني اكيد رح تلاقيني جنبك. يلا شرف امه وصلوا، جاي على بالي روح على البيت بقى بكفي. مر ماهر بيك. تفضل. شكرا ماهر بيك، شرفت ماهر بيك، تفضل. يلا. تفضل ماهر بيك.
يعني ما عجبك البيت طول فراش؟ لا يا شو ما عجبوني، بيشهوا بياخذوا العقل. لكن شو والله حيرتيني. لا يوه لا تحتار، قل له ابو جميل. لك 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 ما عدت لك مضبوطة. لا هيك فهمتني، فهمتني. لا ابو ربيع، هي امي قصدها انك تضب المصاري هاللي بدك تشتري فيهم البيت لشي تاني. قلتيلي ماشي يعني نشتري. يو ابو ربيع شو عم نغني بالطاحون؟ ابو ربيع ابو ربيع ها امي 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 لنا كاسه شاي. لا 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 ما في داعي ما في داعي، خليها قاعده. ليش عم تنعذبها؟ خليك قاعده. لا معلش امي امي. ابو ربيع فيك شي؟ تعبان شي؟ لا شو تعبان ما تعبان، لا ما في شي منه، بس حاسس بشوية دوخة مبارحة طول الليل ما نمت. خير أبو ربيع؟ ليش أنا ما قلت لك؟ لا ما قلت لي ما راح أقول لك. أنا فرحان، وبس كون فرحان بطير من راسي النوم. تمام قوم اعملي لنا شاي، بدنا نعرف نحكي كلمتين. حاضر. ابو ربيع ابو ربيع يو شو قاعدين بالكتاب؟ نعم. ركز معي ابو ربيع، ركز معي ان شاء الله. تفضلي تفضلي مركز. يعني انا عم اقول المصاري اللي بدك تشتري فيهم البيت ما تشتري فيهم البيت، تخليهم وتشغلهم بشي شغله. طيب وين بدي اسكن انا والعروس؟ يعني بتستأجر لك شي بيت صغير هيك ظريف إلك وإلها، شو رأيك أبو جميل؟ إيه إيه تمام مثل ما عم تقول لك وأزود تمام. أيوة وبنحط على رقبتنا هديك الحسبة أجار بيت كل شهر. إيه بتطالعهم من تشغيل المصاري؟ يعني محل ما شنقوا هداك المسكين. إيه إيه عرفته مسكين. أيوة وهيك بده يصير فينا مثل هداك المسكين. لا مرت عمو لا، البيت يوم عن يوم بزيد حقه لك ونحن ساكنين فيه، لا هم أجار ولا هم يحزنون. عن إذنكم تفضل يا ريت تستعجلينا بكاس الشاي. على عيني، سلوا مع بعضكم. خير أبو ربيع فيك شي؟ لا لا أبدا شو بدي أكون فيه، يعني ما بشي منه، بس أخر بكاس الشاي. شو صار بالشاي؟ ليك أمي عالنار. أمي روحي البسي الزيز وتعي العمى زرقا. شو بدي اعمل له انا يعني؟ مليح لعيونه شو سهطان، الهيئة ما رح يقتنع. امي هذا اكل عليه الدهر وشربان. خلص لك امي، خلينا نعيش بهالبيت، والله قلبي انشرح له. لك امي البيت مو باسمه. اسمعي اذا ما اقتنع بركي تقنعي يسجل البيت باسمه. هاي سهلة، بس امي كيف بدي احكي معه؟ يعني ابي دايما قاعد معنا وانا ما بقدر احكي قدام ابي. ولا يهمك اتركي هي علي، انت جيبي الشاي والحقيني. ماشي. اسمعي لقلك بركي بتحسني تقنعي انه يسجل البيت باسمك. لا امي لا، هاي صعبة كتير ما رح يقبل. جاي حاولي بلا ما ينقذ مني. هيك قلتي؟ يا طبعا امي. طيب. وربيع ماله قليل بنوب. طيب بركي بتحسني بعد شوي منشوف بجوز. بتحسني بتحسني انتي نوقاية تربعي بتحسني. الحلقة الجاية ما بصير يا جميل نتركه لحاله ما بصير. بدك ياي تعال.